الـ image item هيعمل شاشة جديدة فورمة جديدة خالص عشان تبقى للـ image بس. انا بس اسمي دي بدل ما هي كان اسمها non input اخليها calculated عشان تبقى خاصة بالـ calculated item بس. هعمل بقى فورمة جديدة اسميها image. فورمة جديدة ايه؟ اسميها ايه؟ image هعمل بلوك وورد للامبلويز للموظفين. البلوك ده هعمله الستايل بتاعه فورم عادي خالص اهو. خدوا بالكم بقى انا هعمل ايه. هسيب ده الاول ان شاء الله لو حصل حاجه تمام. كل اللي انا محتاجه ان انا اضيف يا جماعه اضيف صوره للموظف. يعني دي صوره للموظف يعني المفروض ان الموظف بتاعي يبقى ليه ايمج. عندي ايتم على الشمال كده اسمه ايمج ايتم شايفينه يا جماعه؟ ها شايفينه اسمه ايمج ايتم. لو انا جبت ايمج ايتم ده كده رحت راسم كده اهو اهو نزل لي ايتم اسمه ايمج 6 دخلت على الخصائص بتاعته يا ميس لقيت ان هو اسمه ايمج 6 من النوع ايمج. طيب هل هو ريكوايرد؟ قال لي لا. طيب الايمج فورمات بتاعه ايه؟ تي اي اف اف سيبوها ديفولت يا جماعه عادي. الديسك بتاعه اوريجينال ولا الناس بقى اللي يعني في عليها في ديزاين والكلام ده تبقى عارفه الكلام ده اكتر. ان الديسك بتاع الايمج ممكن يبقى جري بس او ار جي بي ريد وجرين وبلو. يعني يا جماعه الصوره دي تبقى يعتبر الاساس بتاعها ايه؟ ار جي بي ولا زي ما هي اوريجينال ولا جراي ولا ايه بالظبط؟ عارفين المالتي ميديا في ديزاين الصوره بتبقى ليها اصل. يعني مثلا ار جي بي بتبقى ليها بعض الاوبشنز اللي هي جي بي جي مثلا ده حاجه جديده مش عارف ايه جي اي اف يعني كذا بي ام بي يعني كذا يعني حاجات زي كذا فخليها اوريجينال زي ما هي مش هنعدل الكواليتي بتاعتها هاي كواليتي. نعم الجي بي جي ما بقاش عادي انما الار جي بي ممكن ابكسل او السايزنج ستايل يعني الصوره مثلا عندي ميس كبيره الصوره عندي قد الشاشه كلها مثلا وانا عامل الايمج ايتم يا دوب بس 5 سم 5 سم يبقى يعملها ايه؟ يعملها ادجست بدل ما يقطع لي منها اصل كده يقطع لي 5 سم بس لا خليها ادجاست اللي سامحني حاول ركز معايا. طب هل ده ديفيس ايتم؟ لا بدل ما اعمل ايه يقول لي يبقى ايه مش ديفيس ايتم. طيب المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض ان انا يبقى عندي يا مؤمن فولدر على الجهاز السي مثلا اعمل نيو فولدر واسمي النيو فولدر ده تك خلاص. طيب البيك ده انا هحط جواه كل الصور اللي عندي. يعني مثلا ايه انا عندي شويه صور اهي تبع الجهاز هاخدها كلها كوبي كاني صور الموظفين يعني على الفاضي طبعا واروح رايح جوه البيك ده وايه وضيف طيب ادي صورة موظفين مثلا او صورة مثلا منتجات بلاش موظفين عشان مش حرام عليهم عشان دي شوية صور ايه فيها حيوان. طيب دي صور المنتجات مثلا المفروض ان انا عايز مثلا لما اقول الموظف الفلاني اللي هو قدامي بياناته يجيب لي صورته موظف تاني يجيب لي صورته
فقال لك طب ما بص ما انت عندك ممكن تلاقي يعمل باتون اهو طيب. بعد ما عملت البطن هدخل على خصائص البطن بتاعي دوت واقول والله الليبل بتاعي هيبقى مثلا ايه شو ايمج كيبورد بنو وماوس بنو كيبورد نجيت نجيب وماوس نجيت بنو حلو كده طيب وبعد كده طيب وبعد الناس تركز معايا كده اشتغل بعد كده كمل طيب ايه اللي عايز تعمله انا عايز يا جماعه لما اتك على الشو ايمج ده هند يروح صغير الصوره بتاعت الباص حلو قوي خش على تريجر تحت البطن حلو الحته دي مهمه سمارت تريجر هو البطن بنزل لما يضغط على البطن يعمل ايه طب بصوا انا هقفل هنا انا لسه ما اعرفش بدل ما اقول له ايتم اقول ايه؟ اقول له امش عندي هنا حاجه اسمها ايه؟ ريد امج فايل هفتح ريد امج فايل كده واشوف بيقول لي ايه؟ ناس تركز عشان الكلام ده مهم بيقول لي ده بيريد الامج من طيب انت بتديهوله من مكان انت بتديهوله حلو طب ايه هي قال لك البروسيجر اسمها دي ايمج فايل دي اشتغل ازاي اشتغل كده يا جماعه بديها اسم الفايل بديها نوع وبديها لايت اي دي او بديها اسم الفايل نوع الاي دي نيم ومديك امثله مديك امثله وزي الفل طيب اختصارا دلوقتي اهو ريد ايمج فايل افتح الاقواس واديها ثلاث حاجات الايمج فايل الايمج طيب الايمج هاي مش فاهمين حاجه يا باشمهندس احنا عندنا الايمج هاي بنبدا لسه عامله دلوقتي لو ده صح ولا لا شو ده ايمج هاي اسمه ايه اسمه مؤمن ايمج ست خد دوكابي خد الكوب روح على الكوب تاني خش على الخصائص بتاعته بدل الريد ايمج فايل ده كده قول له لا بس يعني هتقول لي ريسيسنج كود يا ريت تحط لي ريسيسنج كود لانه كاركتر طيب دي اول حاجه طب الطيب بتاعي ده ايه؟ نوع الصور ايه؟ الصور المظبوطين عندي يا جماعه في الداتا ايه؟ عايز اسيب لكم ايه الداتا اه يا جماعة جي بي جي خلاص يبقى جي بي جي نوعها جي بي جي صح يا عمرو؟ نوعها يا جماعة جي بي جي تدي ال جي بي جي طيب الايمج فايل انهي صورة بقى؟ ما انت دلوقتي حددت النوع وحددت اللايف من اللي ظهر الصورة انما ما حددتيش المكان اللي فيه صورة واسم الصورة انهي صورة بالظبط؟ يبقى هنا المكان اسم ده سهله جدا يا باشمهندس ادي المكان اهوت وادي اسم الصوره مثلا وليكن مثلا ديزرت اسهل واحد صح يا جماعه ولا لا؟ هو ده ايه؟ هو ده الايمج فايل هو ده ايه؟ الايمج فايل اهو اخد من سنجل كود كمان اهو جميل قوي بس كده موبايل كده تمام ران ران نركز بقى كان في المشكله اللي ظهر نعم
جاب لي صورته مثلا. حلو قوي. طيب الموظف اللي بعديه، موظف رقم 99 يقول له شو الايمج. هل هم توأم ولا ايه؟ نفس الصورة؟ قال لك الشجر كلها ايه؟ نفس الشكل. لا طبعا ده مش منطق. المفروض ان انا يا مؤمن عندي لكل الموظف صورة. طبيعي جدا. كل الموظف صورة. يعني الفولدر اللي احنا عاملينه ده اهو الفولدر ده المفروض ان هو يبقى ايه؟ ده بس موظف رقم 190، ده 190، ده 199، ده 200، 201، 202 وهكذا صح؟ قال لك طب احنا هنعملها ازاي؟ انا دلوقتي كل اللي انا عايز اعمص الفولدر من حته دي، انا عايز اضرب دراجه عليه، عايز اضرب الايميل دي بالصوره، يعني زر الصوره على اساس الموظف. قال لك طب بص اول حاجه خالص ها؟ سمين الصور بارقام الموظفين. يعني الصورة ما تبقاش اسمها مش عارف كريستن مش عارف لا خليها مثلا 198. والصورة دي خليها مثلا 199 كانها دي صورة الموظف ودي 200. والصورة دي 201. ودي 202. ودي صورة الموظف مع أصدقائه 203. وهكذا. طب كويس بس برضه ما حلناش المشكله. انا دلوقتي عايز اربط. خد بالك الحته اللي هي دي بقى حته مهمه جدا. يعني لو فهمتها خلاص. قال لك طب بدل ما احدد اسم الصوره يعني بدل ما تقول مثلا 98 طب ما هي هي نفس المشكله. سببناها برضه. قال لك طب خد بقى خد الامبريالي دي اللي على الشاشه. يبقى بدل ما انا ما حددت اسم الصوره لا ده انا هقول وراي الصوره اللي عندي عباره عن خد بالك انا هعمل دلوقتي كده براحه اهو قفلت هنا وقلت لكم كده تميس مع كل اللي بنبقى على الشاشه كون كاد مع جي بي جي. طب استنى لا مش واضح طبعا مش واضح من الاول. لو احنا جينا كده اهو هتقول لي ده كده كله كنترول سي نزلت تحت كده في الروقان شيلوا لي دي كده وحطوا لي مثلا 193 مش دي هي 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 لو انا عمل كده سي نقطتين معايا يا ناس معايا بيك 198 دوت جي بي جي شيء ايه. طب رحت ناقل على الموظف اللي بعده 199 يبقى كاني بقول له انا المكان بتاعي شاور لي على الصوره 199 ليه يا باشمهندس وقعت اوتوماتيك ما ايه 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 هات اللي بيجي على الشاشه يبقى اللي بيجي على الشاشه بس مثلا 200 يبقى كاني بالظبط انا بقول له ايه بقول له سي بيك 200 دول جي بي جي الموظف اللي شغال من هنا يبقى سي بيك 201 دوت جي بس هو هنا هياخدها اوتوماتيك من على الشاشه يعني انا كاني بقول له هات لي القيمه الموجوده في الفيديو دي اعمل لي الكود مع الباص. واخدين بالكم؟ يعني كل ما انا هيجي لك بالظبط كده هيجي لك ده خليتها دايناميك. طب نشوف كده يعني احنا مسجلين حوالي مثلا 6 موظفين ولا حاجه. تعالوا نشوف لو عملنا موبايل أول هو مثلا يكتب ويري ويري يا مؤمن قال لي 198 شو الايميل بتاع موظف رقم 198 قال لي موظف رقم 198 صورته ايه؟ طيب موظف رقم 199 شو الايميل
وريني الصورة بتاعته. قال لي صورته ايه؟ كل واحد بقى ليه صورة مختلفة عن ايه؟ عن التاني. يبقى انا كل ما بس انا بعمله ان انا حاطط فولدر معين مثلا على السيرفر عليه او هو صور الموظفين بس اسمي صورة الموظف اي تي بتاعه بس هتشتغل معايا حلو قوي. هنكمل لغايه لما مثلا اقول لك نعمل انتر كويري. ايوه نعمل انتر كويري مثلا على الموظف رقم 150 قول له ايه؟ اكسكيوت كويري تمام؟ قول له ايه؟ شو الايمج. بص هكتب لك تحت ايه؟ كانت الايمج فايل سي نقطتين فوق بعض بيك شرط قصدي 150 دول جي. ما عندكش حاجه اسمها 150 دول جي. ممكن تحول الرساله قول له هذا الموظف لا يمكن ايه صوره في الملف كده على طول. ما ان شاء الله من ضمن الريسورس اللي هناخدها لسه ان احنا نحول الرساله دي لرساله على الشاشه بالعربي والوضع. نعم نجيب بقى الويب ادريس تاني ونشوف ايه الكود اللي كتبته. الابريو ايوه ازاي؟ احنا بس فرضت سنه ان الايمج سميناها برقم الموظفين مش دي دي طب اهو ما هو بص اساسا ان الايمج فايل ده بيعمل ايه؟ بياخد صوره من الباص اللي هو ده كوم ده باص اول برامتر في الباص. ما هي دي السلعه دي جي 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 ده باص صور الايمج ست ده اسم الايتم اللي هيرمي في الصوره. ما انا بقول انت عارف انت كان بيعمل الايمج فايل ريد الايمج فايل اقرا لي الايمج اللي موجوده في فايل معين فبدي له الفايل وبدي له جي 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 وبدي له ايه؟ الايمج اللي هيظهر في الصوره ده اللي هيظهر في الصوره. هاي هاي سهلة ولا كملنا الورق؟ قلت عملنا نص. ادي اللي عملنا ايمج لكل موظف عندي.